احنا قلنا اذا كان هذا الحق هو مقتنع به، اما انه اكتشفه هالاسبوع هذا وما حبش يمارسه، او انه ما يعرفوش في السابق وما حبش يمارسه، ولا ما حبش يمارسه في الفتره السابقه، لماذا لم يمارس هذا الحق مع مسائل اكثر اثاره واكثر عمق واكثر جديه في التعاطي؟ يعني علاش حسب رايك انا في تقديري انه المساله لا تعدو ان تكون مساله، هو قال عبث تشريعي، قال عبث تشريعي، عبث تشريعي انه نقول عبث انتخابي، هو قالها في المقال نتاعه منجي اليوم، انا قرات له في احدى الصحف انه هو عبث بالفعل انتخابي، لانه تحس انه شخص عنده استعداد للقيام باي شيء من اجل انه يحط روحه اون ريليف، احنا نقولوا لعل هذا يعطيه بعض او يجني منه بعض الاصوات، او لعل هذا يخسر المنافس بتاعه اصوات اخرى. يعني في تقديري انه المساله فيها من العبثيه وفيها من السورياليه وفيها من الاشياء التي تخضع مثل ما قلت في احدى كتاباتي، تخضع لعلم النفس التحليلي اكثر من تخضع لعلم لدراسه علوم السياسيه. يعني المساله والله اصبحت سورياليه في هذا البلد. لا يعني ما عادش ممكن نتبعها بمعايير علماء السياسه او بمعايير المتابع السياسي الفطن او بمعايير الصحافه او بمعايير اي شيء. يعني المساله اصبحت على درجه من التعقيد وعلى درجه من الالتباس وعلى درجه من الغموض وعلى درجه من العبثيه، بحيث انه نقول كان ربي يستر تونس. يعني